أهلا بكم مشاهدينا إلى العرب اليوم، ونبدأ أولى ملفاتنا من الجزائر وننتقل مباشرة إلى هناك في نافذتنا اليومية مع زميلتنا أمال عراب بالوقوف على آخر تطورات الحراك الشعبي. مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من الجزائر التي نتابع فيها آخر تطورات مشهد اليوم الذي بدأ باستقالة الطيب بالعيز، ثم حدث كما ترقب الجزائريون. تحدث رئيس الأركان أو قائد الأركان الجزائري القايد صالح في حديث اتهم فيه مباشرة الجنرال توفيق أو الجنرال محمد مدين القائد الأسبق لجهاز المخابرات، كما قال إن حل الأزمة في الجزائر مفتوح على جميع الأفاق. المثير في كلام القايد صالح بأنه اتهم بشكل مباشر الجنرال توفيق، وتحدث على أن الجيش مستعد لتطبيق القانون ومعاقبتهم على ما وصفها باجتماعات مشبوهة ضد صالح الوطن لإيقافهم. على كل، مراسلنا صابر أيوب يوجز لنا تطورات هذا النهار. صابر. يبدو أن صابر أيوب غير جاهز معنا. نستمع إلى ما قاله القايد صالح هذا اليوم. ومن جهتنا فإننا نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات. فالوضع لا يحتمل المزيد من تأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي ويعتبر نفسه مجندا على الدوام إلى جانب كافة المخلصين لخدمة شعبه ووطنه، ووفان منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب. ولازلنا نرقب أبرز ردود الفعل على كلمة ورسائل القايد صالح، وكيف ستؤثر على المشهد، المشهد الجزائري الذي جسده طلاب الجامعات في هذا 16 من أبريل، والذي يمثل يوم العلم، تاريخ ميلاد العلامة ابن باديس الذي يحتفل به طلاب الجزائر، وارتأوا تجسيده في شوارع العاصمة. على غير الثلاثاء الماضية لم تواجه الشرطة مظاهرات الطلاب بأي نوع من العنف، ولم تحدث أي مواجهات، مما سمح للطلاب بقول كلمتهم ورفع شعار تتنحاو قاع مرة أخرى. نتابع. بدأت رموز نظام بوتفليقة تتهاوى بعد استقالة الطيب بالعيز رئيس المجلس الدستوري في الجمعة الثامنة للمظاهرات التي دعت إلى تنحي الباءات الأربع من المشهد السياسي. أعتقد جازما أن هذه الاستقالة للمؤسسة العسكرية فيها دور بطريقة غير مباشرة ومنسجمة مع مطالب الشعب، لذلك نشكر المؤسسة العسكرية على انسجامها مع مطالب الشارع في هذا الإطار، بحيث أنه لا تظهر في الصورة، وهذا شيء مشجع لأن ترافق هذا الحراك لأن يصل إلى مداه ويؤتي أكله ويأخذ الشعب زمام الأمور في قادم الأيام إن شاء الله. وتماشيا مع مطالب الحراك الشعبي، ألقى قائد الأركان قايد صالح في ولاية أو ورقلة كلمة أثنى بها على المظاهرات الشعبية، وشدد على ضرورة تأمين المرحلة الانتقالية والمطالب الشعبية وحماية الأمة من المخاطر. الوطن قبل الدراسة، اقتداء بالأسلاف الذين غادروا الجامعات والتحقوا بصفوف الثورة التحريرية عام 65، هكذا خرج آلاف الطلبة في ساحة البريد المركزي مطالبين بالتغيير السلمي. جينا نحتفلوا بيوم العلم، ومن جهة أخرى نرفضوا الحكومة هذه اللي راهي توظفها الحكومة الحالية اللي راهي حابة تفرضها علينا، مش حابة توظفها. هذه هي، وإن شاء الله إن شاء الله ما نش حابسين بإذن الله إن شاء الله. وكشفتوا على كل حال كامل القنوات كانت هنا حاضرة باللي طريقة سلمية حضارية، ما كاين لا واحد قاص، ما كاين لا حتى واحد تضرب.
وتبقى حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي معاذ بوشارب ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح من الأسماء المتبقية في لائحة المطالب الشعبية التي يصر الحراك على رحيلها. رسائل واضحة بعث بها الطلبة في يوم العلم 16 من أفريل بضرورة التغيير السلمي وتغيير رموز النظام، فيما يتقوم الطبقة السياسية بمشاورات من أجل حل أزمة البلاد. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. من جهته طلب أو وجه المحامي مصطفى بوشاشي، وهو وجه بارز من أوجه الحراك الشعبي الجزائري، وجه كلمة إلى الطلاب وإلى شباب الجزائر، دعاهم فيها إلى التوحد والاتحاد من أجل صياغة مطالب هذه المرحلة، ونصحهم بالابتعاد عن مسألة الإقصاء حتى يتم تحقيق جزء كبير من المطالب. نستمع. فرحت وبكيت من الفرح في ذلك اليوم، وقلت بأن هؤلاء الشباب هم الذين سيكملون تحرير الوطن، لأن أباءنا حرروا الجزائر الأرض ولكن لم يتحرر الشعب. يجب أن يذهب كل رموز النظام، لا نقبل أن ينظم مرحلة انتقالية، لا نقبل أن ينظم انتخابات مستقبلية، لأننا لا نثق فيهم. وأنا نقول باللي الزعيم الوحيد هو الشعب. يجب في هذه المنطقة أن نثق في الشعوب وننسى الزعامات. الزعامات التي حدثت في الماضي هي التي كسرت المسارات الديمقراطية. على هذه أنا مجرد مواطن مع الجزائريين، نحاول نقدم النصيحة حسب ما أستطيع. ولكن يشاركنا تحليل أحداث في هذا الثلاثاء هنا الأستاذ علي دراع، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ علي، أهلا وسهلا بك معنا. اليوم كان حافلا بداية باستقالة بلعيس، ثم خطاب القايد صالح. ما هي أبرز الرسائل التي وجهها القايد صالح وهو يتحدث عن أفاق مفتوحة للحل السياسي للأزمة في البلاد؟ طبعا الأحداث بدأت باستقالة السيد بلعيس نتيجة لضغط الشارع ولضغط الشعب على تنحية كل رموز النظام الفاسد، نظام بوتفليقة. فجاء اليوم دور على رئيس المجلس الدستوري لأنه يتشكل النظام من رئيس هذا المجلس، هو رئيس كل الحلول. لو لم يستقل فستكون الدور عليه، هو الذي يتولى رئاسة الدولة في حالة ما يوقع عطب في والشعب لا يريد ذلك. والشعب لا يريد ذلك، فوقع الضغط عليه من طرف الشعب ومن طرف الجيش كذلك على أن يقدم استقالته تلبية لإرادة الشعب، وجاء ذلك وفاز الشعب مرة أخرى بإسقاط رمز من رموز النظام السابق. مباشرة بعدها يأتي خطاب رئيس الأركان قايد صالح، يتوجه به إلى كثير من صانعي القرار ومن على رأسهم الأطراف الفاعلة، وعلى رأسهم متوجه إلى الشعب أولا، أنه يحاول تطمئن الشعب ويقول أن الجيش دائما في تواصل مستمر مع هذا الهبة الشعبية وهذا الحراك، ومنضم إلى هذا حتى تنتهي هذه العصابة مثل ما سماها هو من الحكم. الجيش يعاني ضغط رهيب وضغط كبير في المدة الأخيرة نتيجة لضغوط دولية وضغوط العصب الموجودة. واليوم صرح السيد القايد صالح بعصبة كبيرة واللي يترأسها رئيس هذا أستاذ علي، تماما ما يجعلنا ننقل تخوف الشارع من صراع حاد محتدم بين مؤسستين كبريين في الجزائر، المؤسسة العسكرية ومؤسسة المخابرات سابقا أو رئيسها الجنرال مدين. كيف سيتشكل أو يتجسد هذا الصراع والتعهد بالمحاسبة كما قال القايد صالح؟ أعتقد أن المشكل حل،
هل الوقت الذي انضم فيه قائد الأركان أو رئيس الأركان إلى الجماهير الشعبية فالمشكل حل، وأصبحت قوة واحدة تصارع أشخاص، والأشخاص هادو يحاولون تعكير الجو بسياستهم القديمة، لأن حكموا الجزائر تقريبا مدة 25 سنة وهو على رأس جهاز المخابرات، له أضلاع وله أجهزة تابعة له ونقابات ولهم شخصيات وله ناس عندهم أموال طائلة وغيره وغيره من فالآن كل الأنظار ستتوجه إلى هذه الخلايا النائمة التي تريد تعكير الجو، وأعتقدي ستنتصر الجزائر، ينتصر الشعب الجزائري، لأن بانتصار الجزائر هو انتصار لكل الأقطار العربية، والجزائر بانضمام الجيش إلى الشعب صبحت قوة متماسكة، فلن يقع لنا ما وقع في بلدان هذا ما يأمله كثيرون هنا في الجزائر، لم يكن كل الجزائريين. شكرا جزيلا لك أستاذ علي ذراع الكاتب والمحلل السياسي. ننهي هذه النافذة مشاهدينا وزملائي وزميلي خاصة رويدة وزاهر، لكما نعود في لندن.